تعرفش؟ لا ما اعرفش. انت ابو النجاره الواد عبد العال الشارع دوش هيعلقوا فوق السطوح بتاعهم عشان نتفرج على على على, على, على ولا لما لا لما. مين اللي بيتجوز في الكفر يا حسنين؟ انا ما اعرفش. طب طب يا حسنين قصدي يعني الدش. الدش بتاع مين يا شيخ الغفر؟ الولا عبد العال. انت اتخبلت في مخك؟ قصدي يعني اقول لجنابك الواد عبد العال اشترى دش. وطبل يا كفر الزعتره. يا عبد العال الفصل دي اشترى دش يا نوساني. ومش اي دش يا ابو زداد، ده اغلى دش في السوق كله. ده بيقول لك جايب طبق يجي 180 سم. يا سلام. لا ومش بس كده، ده جاب الدش بمزيكة حسب الله، لفت به الكفر كله من اوله لاخره. بقى كده وانا هضحك عليك، وانت مروح بص على دار الواد عبد العال هتلاقي طبق 180 سم يخرم عين اللي ما بيشوفش. يعني انا ما بشوفش انا وساني؟ يوه يا عم ما اقصدش، ده انت نظرك 6 على 6. انت قلت لي الطبق اللي جابه مقاسه كام؟ 180 سنتي. الاتنين هيجيبوا لي نقطه. يعني هو عبد العال قال لابويا يروح يشتري دش زيه؟ العند يا نعسي العند. عبد العال مخه قد مخ الناموسه، وابوكي ما عندوش مخ من اصله. اهو كله يجيب فايده يا اما كده، هيبقى عندي دشين، واحد في بيت ابويا والتاني في بيت عبد العال. ودق يا مزيكه ترلم. كده يا حسنين؟ امال ايه؟ مسخره وقله عقل يا عمدي. هي الناس جرالها ايه؟ انا مش فاهم. لكن ارجع واقول هتقول ايه يا عمدي؟ كانوا في جره وخرجوا لبره. سادات والله يا حسنين اول مره تقول كلام يتسمع. تشكر يا عمدي. قول لي يا حسنين، طبق مين اكبر من طبق مين؟ طبق ابو زيدان اكبر من طبق الواد عبد العال. جاتهم طبق يطبع على مراوح صدورهم يريحني منهم هما الاثنين. ما هو انت السبب برضه يا عمدي. انا السبب فيها شيء الغفر. لو كنت اصدرت فروان من الاول بمنع الاطباق ما كانش جرى اللي جرى. طب هو ايه اللي جرى يعني؟ كل دي وما جراش حاجه؟ يا بني ادم ما حدش يقدر يمنع التكنولوجيا انها تخش كل بيت. سبق وقلت لك احنا في زمن العولمه، افهم بقى. من قلت لك اشتري لي فهمه صيني وانت جاي من مصر؟ بقول لك ايه يا سيدتي، الحقوني يا خليهو يا حضره العمر. ده مين الوليه اللي عامله الغاغه بره دي؟ الوليه ام ملم يا عمدي. يا الليلة كانت ناقصاها يا حضرة العمدة. انجدوني يا ناس يا حضرة العمدة، انجدني يا حضرة العمدة، انا واقعة في عرضك يا حضرة العمدة. مالك مالك يا ام ميلم؟ ايه ميلم كان ماشي معاكي وقع في التراب؟ بقى كل ده يحصل يا عمدة وانت كبير الكفر وعمدة البلد. طب خلاص خلاص اهدي بس، اقعدي اقعدي واحكي لي ايه اللي حصل. ميلم يا عمدة ماله زفت الطين، عمل ايه تاني؟ ما كانش بيسأل فيا وكان سايبني بالليلة والاتنين، وما كنتش أعرف أراضيه فين يا عمدة. بطلي رغية يا وليه واتكلمي على طول. وبعدين وأنا رغية برضه يا عمدة. الله يرحمه المرحوم أبوك العمدة الكبير. وإيه اللي جاب سيرة أبويا العمدة دلوقتي؟ كنت لما أجي أشكيله يجيب لي عصير رمان ويقعد يسمعني كأنه بيسمع الست أم كلثوم. عصير رمان أم كلثوم الله يرحمه. بس احنا مش في اوان الرمان دلوقتي يا ست ام ميلم. اجيب لك عصير جزر؟ لا يا عمده ما بحبوش. اصل ام ميلم دي توقع على فحت الكنال. ليه يا شيخ الغفر؟ هو انا كبيره قوي كده؟ الله يسامحك. سيبك من شيخ الغفر، احكي لي وبعدين. قرات الارض
اللي فايتاه لاخته عايز يلهفوا فوق القراطين اللي هو واخدهم مني. ويلهفوا ليه؟ بحجه ان اخته اتجوزت وما هياش محتاجاله، بس الحق حق. كملي كملي يا ام ميلا. فضل يستحلب لي ويدحلب لي ويعمل لي الشويتين بتوعه. الشويتين بتوعه؟ والواد عنده شويتين حسنين. شويتين ايه يا جناب العمده؟ قول ثلاث اربع شويات بس. وخد مني الختم وبصمني على ورقه مبايعه مني لي بالقرات اللي انا سايباه لاخته. عشان واد رزل ويستاهل حش رقبته. لا لا يا عمده ما تشتمهوش، انا ادي على ابني واكره اللي يقول امين. ده انا اقول امين وامين وامين. امن معايا يا حسنين. امين. اسفلوا. هي دي بقى القنوات بتاعت بلاد بره يا عبد العال. ايوه هي، اتفرج على اللي عمرك ما شفته. دول بيرطروا بالخواجات يا قالي. امال انت يعني عايزهم يتكلموا زينا كده؟ وانت بتفهم لغوتهم؟ ليه؟ انت فاكرني متخرج من الجامعه زي العمده؟ امال بتتفرج عليهم ليه؟ ولا هي منظره وخلاص؟ وانت مالك انت؟ انت هتشاركني في مزاجي؟ لا تشاركني ولا شاركك. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا اخوي. عبعاه. بقولك ايه يا عبعاه؟ ما تحول في المحطات شويه كده نتفرج على حاجه نفهمها يا راجل. بقولك ايه؟ انا دافع دم قلبي في الدش دي تمن خروف ومعزتين. عارف ليه؟ عشان اتفرج على اللي يعجبني انا مش اللي يعجبكم انتم. مش كفايه ان انا مخليكم تتفرجوا على الدش ببلاش؟ جاتكم الغم. ما تتكلم عدل يا واد يا ميلان مع جناب العمدي. اسكت انت يا حسنين وسيبنا اتفاهم معاه. اسمع يا ميلان، لقم الفلاحين ده انا فاهمه كويس. اتكلم يا حضره العمده. التلات قراريط اللي سابهم ابويا لامي من حق انا لوحدي. بس ده مش شرع ربنا، ولا انت عايز تعمل لنفسك شرع تفصيل؟ كلا والف بله، استغفر الله العظيم. طب لما انت بتستغفر ربنا قوي كده وعامل حساب اخرتك اللي هتبقى سودة باذن الله، ليه عايز تاكل حق اختك وتضحك على امك الغلبانه؟ ما تصبر عليا يا حضره العمده، ان الله مع الصابرين. اللهم اجعلني من الصابرين، اما اشوف هتجرجرني وراك لحد فين. يا جناب العمده ده صنف انا عارفه ما يجيش الا بالفرقله. خليه يسكت خالص، اما هسيب المجلس وامشي. اسكت اسكت انت يا حسنين وسيبنا انا اتكلم معاه. يعني اسيبه يبجح في جنابك وانا واقف ساكت؟ مالكش دعوه خالص خالص. اتكلم اتكلم يا ميلم، بس ما تلكلكش في الكلام. الليل طويل يا حضره العمده بيحب السهر. انت هتغني لي؟ هتشعر لي؟ هتحكي لي قصه ابو زيد الهلالي؟ اتكلم على طول. صل على النبي يا حضره العمده. عليه افضل الصلاه والسلام. ابوي الله يرحمه. الله يرحمه يجعل مثواه الجنه. هات من الاخر. كان معدم. ما حلتوش متر ارض يدفن فيه، وفضل يشتغل هنا وهنا بلقمته عند اللي يسوى واللي ما يسواش. لا يا جناب العمده، ده كده زودها اكتر من لازم، وانا ما اقدرش اسكت اكتر من كده. وانت معمول ايه يا شيخ الغفر؟ مش سامعه بيقول ايه؟ بيقول اللي يسوى واللي ما يسواش. ويا بني ادم ده يزعلك في ايه؟ ما كده بيغلط في ابوك العمده الكبير. انت جبت منين التفسير ده يا زكي؟ ما هو ابو الواد دوت ما اشتغلش بلقمته غير عند ابوك العمده الكبير، يبقى مين ما يسوى واللي ما يسواش. صحيح يا فصل انت. ازاي تجيب سيرة ابويا العمدة قالها؟ هو مش طايقني عشان كده بتلكلك لي. وانا اللي هخليني اتلكلك لواحد زي كده؟ خلاص، لا انت تتلكلك له ولا انت تتلكلك له. المهم انا مخزون الصبر عندي قرب ينفذ. اتكلم. لا يا حضرة العمدة، العمودية مع فلاحين امسنة محتاجة صبر وطول البال. طيب يا سيدي، كتر خيرك على نصيحتك، المحكمة اتنورت. ابويا الله يرحمه قعد يحط المليم على المليم، والقرش على القرش، والبريزة على البريزة، والميلم على الميلم، والجنيه على الجنيه. اللهم طولك يا روح. مش كده يا عمدة، طول الصبر يبلغ المنى. يجيني ويحط عليا بسببك يا ميلم. صدق بالله لو ما جاوبتني على قد السؤال لأكون مسلمك للنيابة. ليه؟ أجرمت عشان بحكي لك حكاية عيلتني؟ حكاية عيلتك يا هلا؟ حكاية عيلتك يا هلا؟ تكونش بتكلمني عن العيلة المالكة يا مصدي؟ ودقي على دماغ العمدة مزيكة حصل الله. طفرت ليه بس يا عبعاد؟ ده الفيلم الافران كان احلوي يا عبعاد. انا حر، تلفزيوني وطبقي ودشي وانا حر فيهم يا اخوي.
يلا كل واحد من هنا من غير مطروح. يلا يلا كل واحد يروح لحاله. امشي من هنا. يلا امشي من هنا يا جدعان. امشي يلا من هنا. يلا يلا. صحيح يا ولاد، صدق اللي قالوا الكحكة في ايدك عجبة. طب يلا يا سي عجبة. يلا يلا يا ابو كحكة. يلا شفت بقى، مش قلتلك ان الجهل ده ظلام. ظلام؟ قصدك يا ام بكر؟ قصدي الست ام ميلم دي لو كانت بتعرف تقرا وتكتب كويس ما كانش ابنها ضحك عليها وبصمها على بعقرات اخته. عشان كده نفسي اعمل فصول محو اميه. يعني انت عايزه ام ميلم تروح تمحي اميتها وهي رجل بره ورجل جوه؟ يا سلام، وليه لا؟ بقولك ايه، فضك من السيره دي وكفايه عليا العموديه ومشاكلها. انت فكرك ان العموديه دي بالساهل؟ على راي الواد ميلم لما قال العموديه دي عايزه طوله بال، لان كل واحد في الكفر ما بيفكرش غير في مصلحته وبس. بس انا بقى بفكر في مصلحه الكفر كله حتى لو كان على حساب مصلحتي الشخصيه. المهم انت هيت بقى على ايه مع الواد ميلم؟ خدت منه الورقه وقطعتها وخدت عليه تعهد انه ما يقربش من القرارات بتاع اخته. خير ما عملت يا عمده. طب اقول لك ما تقول بقى تعمل لنا كوبايتين شاي عشان نمزمز فيهم. حالا هعمل لك كوبايه لبن سخن. لبن ايه؟ انا اتفطمت يا حسنات، انا ما بحبش اللبن، انا عايز اشرب شاي. صدق اللي قال الحمار لما يشبع يبعزق عليقه. تقصدي ايه بالكلام ده يا ناس؟ لا قصده ولا دياوي. لا تقصدي، انا عارفه. عارف ايه بقى؟ عارف انك تقصدي. وما دام عارف بتسال ليه؟ بص يا نعسي، انا ما حدش يلو دراعي. ايوه، ولما اطق في مخي حاجه بعملها. صحيح، على راي امي. وراي امك ايه في الحكايه دي بقى؟ ان مخك قد مخ الناموسي. يا سلام، مخ انا اللي قد مخ الناموسي؟ ابوكي ده حوشي، مخه اللي يوزن مديريه. بقول لك ايه يا عبد العال، ما تجيبش سيره ابويا. ايه ما هو السبب؟ هو اللي قالك يعني تروح تشتري دش وتعمل زفه في الكفر كله وتنصب قاعده قدام درك طول الليل؟ ما هو اللي غزني في قهوه هلالي. يا سلام، وانت يعني ما غزتوش؟ ايه يوم هو يجي يغزني ويروح يجيب دش زيي؟ ما انت مش احسن منه. يبقى مين فينا بقى اللي مخه قد الناموسي؟ هو ده اسمه كلام برضه يا عبد العال؟ هو ده الكلام. وبعدين اللي يقف يتفرج يدفع ربع جنيه، واللي يقعد 50 قرش، واللي يشرب مشروب وهو قاعد او واقف يدفع ثمنه. ليه يا عبعال؟ هو انت ناوي تفتح كافيتيريا يا عبعال؟ والله الدش بتاعي وانا حر فيه، ومن حكم في ماله ما ظلم. صحيح، صدق اللي قال عليك. قال عليا ايه يا ابو جلاد؟ قال انك جلدي. سلام عليك. قانون يا استاذ، مش مجلد حواء. طالما الحكايه كده بقى انا هزود التسعيره، واللي عاجبه عاجبه واللي مش عاجبه يروح قهوه هلالي. ده انت طلعت جلده يا عبد العال. انا جلده يا نعسه؟ هو انا اللي بقول عليك جلده؟ ده البلد كلها هي اللي بتقول. انا ما يهمنيش البلد، انا يهمني انت يا نعسه. انت عايز رايي بصراحه؟ ايوه انا عايز الصراحه. انت مش جلده بس، ده انت محدث نعمه كمان. محدث نعمه؟ انا يا نعسه؟ ايوه انت يا عبد العال. يا بني ادم، تطلع التلفزيون ابو دش وطبق قدام الدار وتقعد تتفرج وتتمنظر على خلق الله، ولما يجوا يتفرجوا معاك تعمل لهم تسعيره، تسميها ايه دي؟ اسميها ايه يعني؟ انا عملت كده عشان يسيبوني في حالي واتفرج براحتي. ما تتفرج براحتك جوه دارك. انا حر اتفرج جوه داري بره داري براحتي. ما دام دي راحتك انا كمان براحتي. فوتك على ملا وشك، واوعى لسانك يخاطب لساني بعد النهارده. الله، استني بس يا نعسة. ما استناش، وابعد عني لحسن ارقع بالصوت وافرج عليك اللي نفسهم يتفرجوا عليك. الله يا نعسة. ماشي يا نعسة يا بنت ابو زداد. الخلق كلها في الكفر وما وراهاش صله غير عبد العال واللي بيعمله عبد العال كل ليله قدام بيتهم. يعني ناس فاضيه بتدور على اي حاجه تقولها. لا يا جناب العمدي، هو يعني عشان ربنا كرمه ومعاه قرشين جاي ويجيب بيهم دش ويتمنظر بيهم على الناس؟ افرض الناس غلابه وما معهاش. داني يا شيخ الغفر ما عنديش دش. ما انت معاك يا حسنين، معاك 5 فدادين نايم عليهم، 5 فدادين ارض غير اللي مع مراتك، افرجها على نفسك وهات دش. لا يا جناب العمده، كله كوم والدش ده كوم،
عايز برضه ام العيال تتفرج على الدش وتتعلم وتفهم وتبقى يعني ما تاخذنيش يا حضره العمده. بقول لك ايه، افهم مره واحده وبعد كده موت. محدش يقدر يقف قدام التقدم. التقدم ده مطلوب عشان تبقى بني ادم جديد. انت مش عايز تبقى بني ادم جديد وبتفهم؟ لا انا مش عايز ابقى بني ادم، كفايه عليا يا باشا غفر. وبعدين ارجع اقول لك يا عمده ان الواد ده خلاص بقى ماشي كده يتكلم في وسط الناس كانه هو العمده نفسه. انا مش عارف الواد ده متغطرس على ايه. متغطرس وبيتكلم كانه العمده؟ لا الواد ده مش هيجيبها البر. وفاكر الكفر ما فيهوش عمده؟ عشان كده انا مبقوم الواد ده يا عمده. بقول لك ايه، تاخد اتنين غفر معاك وتروح تشدهولي من قفاه. تاني هجيبهولك من كعوب رجليه. لا من قفاه. اوامرك يا عمده. عشان لما اقول لك ان الواد عبد العال ده فاست تبقى تصدقني يا هلال. ان شاء الله حتى يفتح قهوه كل واحد ياخد رزقه. طب انا من بكره هطلع التلفزيون بتاعي بره وهفتحها قهوه والمشاريب على حسابي. يا سلام، وانا من العصريه هتلاقيني مقعبز لك قدام باب الدار يا ابو زداد. انت بالذات لا يا نوساني. الله، ليه كده يا ابو نحسي؟ هكفيك مشاريب منين؟ حل عني يا اخوي، حل عن سماي. انا بقى قفلت القهوه قبل ما افتحها. قسما عظما يا عبد العال، ان ما لميت نفسك لكن سحبك بسلب لحد مديريه الامن. الله، بتهمه ايه يعني يا حضره العمد؟ اذا كان على التهم يا حبيبي انا افصل لك سبع تهم. اولا، اثاره البلبله في الشارع العمومي للكفر. ثانيا، الدعوة للتجمر حول جهاز التلفزيون وتعكير الأمن العام. ثالثا، التحصيل من الفلاحين لمبالغ مالية دون وجه حق. رابعا، فتح منشأة عامة أي قهوة دون الحصول على ترخيص. خامسا، الله، هي لسه فيها خامسا؟ ولسه في سادسا ورابعا عشر. خلاص يا حضرة العمدة، أنا مش هطلع التلفزيون ده بره الدار أبدا، أنا هقفله خالص، هكسره. أيوة كده تعدي اللي أحسن، أنا مبهوق منك. والسامعين يا عمدة؟ بالإذن بقى حضرة العمدة. يلا يلا خابط. أجري. اه كده يا عمده، خليك حمش. خليك حمش؟ هو انا ما كنتش حمش يا حسنين؟ بصراحه يا عمده يعني ادائك في الفتره الاخيره كان ديموغرافي، وانا ما اكرهش في حياتي قد الديموغرافيه. ديموغرافيه؟ حسنين، ابتدائي وثانوي وجامعه واول مره اسمع ديموغرافيه. جبتها منين يا حسنين؟ خلاص يما، انا لا عدت طايقه ولا عدت طايقه اسمع اسمي. اهو انت كل مره بتقولي كده. المره دي غير كل مره، دي فتحته في الكفر بقت بجلاجل وشخاليه. ما انت عارفة ان هو طول عمره مدب ولسانه متبر منه. انا مش فاهمة انت ايه اللي عاجبك فيه. اعمل ايه بس يا اما، اهو اللي قدام وبعدين بيتمنى لي الرضا ارضى. يا ناصر، قفلي على سيرة المخفي دلوقت، خلي اليوم ده يعدي على خير. العوام، الله يعافيك يا اخوي. سمعتوا اللي عمله اللي ما يتسماش؟ هو مين ده اللي ما يتسماش يا ابو زيدان؟ استعبطي يا اختي، ما انت عارفه اللي ما يتسماش عبد العال المخفي. وعبد العال المخفي عمل معاك ايه؟ هو يقدر يعمل معايا حاجه؟ اكيد سمعت يا نعسي. سمعت يا ابا. ولسه برضه بتفكر فيه؟ خلاص، ما عدتش طايق اسمع سيرته. او كده عقلتي يا نعسي. ايوه يا مرتضى، ميرفا تعبانه قوي، سيب كل اللي وراك وتعالى بسرعه. طيب، مع السلامه. كده بقى نقطع عرق ونسيح دمه. فكرك يا ماما الموضوع ده هيعدي على خير؟ هيعدي ان شاء الله. نص ساعة يا مرتضى، اعمل العيال لقمتين ياكلوها والبس واجي معاك مصر. نص ساعة ايه بس؟ انت عبال ما تلبسي وتعملي الاكل فيها ثلاث ساعات وانا مستعجل. خلاص بلاش اكل، مع ان العيال صعبانين عليا قوي من الاكل السوق اللي بياكلوه في مصر ده، حتى الواد بكر خس قوي. بكر خاسس؟ ده انت اللي خاسس يا عسنات. وبعدين ما ينفعش تيجي معايا بايدك فاضيه، المره الجايه تبقي جاهزه. سلام عليكم. مستنى يا مرتضى. افندم، مش عارفه من ساعه ما جات لك المكالمه دي وانت مش طايق لي كلمه. عشان كل ما اجي امشي متعمده تعطليني وانا مستعجل. مرتضى، لو جواك اي حاجه قولها لي، اعتبرني صديقك وانا هسامحك على طول. تتري يا عسنات،
انت طول عمرك عارفاني انا راجل كده زي السيف ما عبش اللوع. وبعدين شبراوي مستنيني. ومن امتى شبراوي اول ما بيتصل بيك بتروح له على وجه السرعه؟ لان اكيد في مشكله في الاستيراد او في التصدير او في الاثنين مع بعض، ما حدش يقدر يحل المشكله دي غيري انا. سلام عليكم. على فكره لو مصممه تيجي. سلام عليكم. بس يا فار، بس يا فار. ها كلمتيها يا بسمة؟ يا سعيد سبق وقلت لك انا اختصر في نظر عن الموضوع ده. نعيمه مش زي كل البنات. علشان كده انا متمسك بيها، هي دي النوعيه اللي انا بدور عليها. يا سلام، اشمعنى يعني؟ لان انا فلاح ابن فلاح زيها، واكتشفت ان بلدهم قريبه من بلدنا. والله انت كمان عملت عنها بحث؟ من اول ما شفتها وقلت هي دي بدات احاول اعرف عنها كل حاجه. ويا ترى عرفت ان ابوها عمده وليها اخ في كليه التجاره؟ عمده؟ لا دي ما عرفتهاش، بس اللي عرفته انه خريج جامعه وراجل متحضر وليها اخ في سنه رابعه في كليه التجاره، وهو وهي عايشين هنا في القاهره مع بعض. طب انت عاوز رايي بصراحه يا سعيد؟ طبعا. انا رايي انك تكلمها انت بنفسك. اصبر ايه؟ هو عافيه يا صبر. طمنيني الدكتوره قال لك ايه؟ كل خير كل خير. كلمي في ايه؟ معلش بقى يا مرتضى. معلش هو ايه اللي معلش؟ في حاجه مخبيانة عليا؟ هنخبي عليك ايه بس يا مرتضى؟ امال ايه معلش دي؟ باختصار كده ميرفت. مالها ميرفت؟ حامل. بتقول لي حامل؟ يا سلسلة الدهرة تكون اتفكت يا مهدي. اهدى بس يا مهدي. اهدى ازاي يا حلب؟ اهدى ازاي يا خليقوه؟ جابوا استنوا بحر تاني استنوا مني. اسمعني يا حلب، اسمعني يا حلب. اسمعني يا رب. لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. ولو انك ضلالي بس لا حول ولا قوة الا بالله. الموضوع ده ما حصلش في الكفر من سنين يا ابو استاذ. مين بس اللي عملها؟ مين ايه؟ اي عيال صيع من الكفور اللي حواليني. خلاص يا بهادي، بس يا بهادي اتفضل. فين بهادي؟ انا يا باشا، انا لسه راسماني يا باشا، انا بهادي يا بهادي. تفتكر السرقه دي حصلت الساعه كام يا بهادي؟ اه يا باشا، النهارده الفجر، الفجر يعني يا باشا. انت كنت فين الساعه دي يا شيخ الغفر؟ انا كنت بصلي الفجر حاضر ساعه البيت. هتجنن يا شراوي، هتجنن. طب اهدى علشان نعرف نفكر. اهدى ازاي بس؟ انا محذرها 100 مره موضوع الحمل ده ومش شرط عليها. وانا ياما حذرتك برضو وما سمعتش كلامي. الجنين ده لازم تخلص منه. ما ينفعش يا صاحبي، لانها في الشهر الثالث. ولا انا ما حدش يجود راعي. هتغضب ربنا يا مرتضى. استغفر الله العظيم، بس مش قادر اصدق ان ميرفت تحطني في الموقف ده. وممكن كمان ميرفت ما كانتش عايزه، لكن امها ضغطت عليها عشان تربطك. جايب لها شقه وعربيه وبديها الفلوس اللي هي عايزاها، يعني مش محتاجه تربطني بالعيل. البحر يحب الزياده يا صاحبي. ايوه البحر يحب الزياده، بس انا مش هفوتها. وهتعمل ايه بقى بعد الفاس ما جت في الراس؟ مش عارف. اولا انا سعيد. طب ما انا عارفه انك سعيد. قصدي سعيد انك وافقت اننا نقعد ونتكلم. بص يا سعيد، انا في ناس كتير فاهمه ان انا معقد، بس الحقيقه ان كل واحد عنده مبدا. وده اللي لفت نظري ليك. انا كمان ما بحبش البنات التافهه اللي واخدين الحياه بصوره مشوشه. يعني ايه صوره مشوشه؟ يعني جري ولعب وسهرات من غير ما يتحملوا اي مسؤوليه. عايزك تعرفي حاجه،
أنا أبويا راجل فلاح بسيط، لكنه أصر إني أتعلم وأكمل تعليمي أنا وإخواتي حتى لو باع هدومه، وإحنا شلنا له الجميل ودايماً بنطلع من الأول. عشان كده يعني أنت بتطلع الأول على الدفعة على طول؟ وإن شاء الله هطلع الأول على طول لحد ما أتعين معيد وواصل لحد الدكتوراه وأبقى أستاذ في الجامعة. ربنا يوفقك. وأنت معايا. أنا شايفة إنك تكون لوحدك أحسن، عشان ما تشيلش نفسك أكتر من طاقتك وتقدر تكمل رحلتك. أفهم من كده إنك ترفضي حب ليكي؟ احترامي ليك هو اللي بيخليني أقول لك كده. تفتكر مين اللي هيكون عمل كده يا شيخ الغفر؟ العلم عند الله يا ست الهاني. ده اللي أنت فالح فيه. ما هو لو أنت كنت بتعس على غفرك وتعرف كل واحد في مكانه ولا لأ، ما كانتش الحرامية جت من أي كفر جنبنا وسرقت مواشينا. وأنا يعني كنت هقطع نفسي ولا أقطع نفسي؟ ده أنا ما بونش طول الليل وطول النهار، العمدة ما بيرحمنيش. ربنا يجيبك بالسلامة يا جناب العمدة. ولما ربنا إن شاء الله يجيب العمدة بالسلامة هيعمل لك إيه يعني؟ أكيد هيعرف الحرامية. آه، بيشم على ظهر إيده إياك. ده العمدة، العمدة ودماغه كبيرة. أما نشوف يا شيخ الخفر. في واحدة عايزة سعادتك بره. واحدة؟ اه اكيد نايمة بنتي، خليها تدخل. حاضر يا فندم. اتفضلي يا فندم. صباح الخير يا دودي. الفت. ايوه يا مرتضى، كنت عايز تقول ايه بقى؟ انا كنت واضح وصريح معاكي من الاول، خلفه قلت لك مش عايز خلفه، انا راجل مش حر نفسي. يعني ايه مش حر نفسك وانت عمده ورجل اعمال؟ عشان كده يا هانم انا مش حر نفسي. اولا ام الاولاد دي تبقى بنت خالي، ثانيا لو عرفت القفر هيتهد علبي فيه، ثالثا انا عندي اولاد في الجامعه، انا مثل اعلى بالنسبه لهم، لو عرفوا هيتدمروا. كل ده شرحتهولك قبل الجواز، تقومي تضحكي عليا وتورطيني يا مرفت؟ غلطة يا مرتضى، ما كانتش مقصودة صدقني. هتضحكي على مين؟ ده أنا عمدة وصايع وأفهمها وهي طايرة. أنت استنيتي لما بقى الجنين عنده 3 أشهر عشان تفاجئيني وتحطيني قدام الأمر الواقع. حقيقي يا مرتضى ما كنتش أعرف. بقولك إيه؟ الست بتبقى عارفة إنها حامل من أول أسبوع، أنت مش ساذجة عشان تلف عليا. بس انا عارف مين اللي وزك. ايوه انا اللي وزتها يا مرتضى، انا بنتي مش رخيصه للدرجه دي. مش كفايه انك متجوزها في السر، عاوز كمان تحرمها من الخلفه؟ اه ايوه ايوه، افرضوا اوراقكم، بانوا على حقيقكم، اكشفوا القناع، قناع الزيف والغش والخداع. بقول لك ايه يا مرتضى، انا بنتي مش هتعيش معاك في الحرام حتى ولو هي قبلت تعيش. حرام؟ حرام يا هانم. ايوه حرام، شرطك على بنتي انها ما تخلفش يبقى حرام، لان في شبهة جواز متعة، وجواز المتعة حرام شرعا. هاي يا مرتضى حرام، ودور الافتاء في الازهر هي اللي قالت كده، يعني حماتك ام ميرفت كلامها صح. وما قالتش ليه من الاول لما اشترط على بنتها انها ما تخلفش؟ مش يمكن يا اخي ما كانتش تعرف زي ما انت مش عارف؟ حتى لو ما كانتش تعرف مش عذر. اشمعنى قالت دلوقتي لما الحمل حصل؟ ليه ما قالتش قبل الحمل ما يحصل؟ دي خطة مؤامرة هما الاتنين راسمينها عليا. طب خلاص ما تزعلش نفسك قوي كده، اللي حصل حصل، المهم اللي جاي. يا خوفي من اللي جاي. وبعدين يا مرتضى في الورطة اللي انت فيها دي، لكن ازاي السكينة سبقتني ومعملتش حساب الموقف ده؟ انا اللي جبته لنفسي، كان لازم يعني التفاصيل تاخدني واتجوز على حسنات. بعدين ما حسنات برضو تتحمل جزء من المشكله، بعد ما خلفت بكر ونعيمه اتفرغت لهم ونسيتني، يعني انا بقيت مجرد رمز صوره. بابا بابا يا عمده، مالك في ايه يا اولاد؟ في ايه يا بابا؟ شغلتنا عليك لما كلمتنا نجيلك هنا. شغلتكم ايه بس؟ اقعد حبيت اعزمكم على الغداء في الهواء الطلق وبعدين نروح سوا. وبعدين قولوا لي دي واحد. الو، ايوه ام بكر، بتقولي ايه؟
مش قلت لك انه مش هيجي يا بابا؟ لو ما جاش النهارده هيجي بكره. اتقلي شويه، ما تبقيش خفيفه قوي كده. انا خايفه قوي. خايفه من ايه بس؟ خايفه من ايه؟ لا يطلقني. ما يقدرش. وما يقدرش ليه بقى ان شاء الله؟ وانت مالك انت؟ تخرجي من دارك وتبلغي النقطه ليه؟ ايه يا مرتضى؟ كنت عايزني يعني تحصل سرقه كبيره في الكفر زي دي واقف ساكته واتفرج؟ لا تتفرجي ليه؟ تبلغي النقطه وتعملي فيها نفسك عمده. فضحتيني وجرستيني قدام المسؤولين في المركز. الله، طب انت كنت عايزني اعمل ايه يعني؟ انت مش طلبتيني في التليفون وانا قلت لك ان انا جاي؟ ما استنيتيش ليه؟ اديك جيت، اتصرف بقى. بعد ايه؟ طول عمري بتباهى في مجلس العمد قدام العمد كلهم ان الكفر بتاع الامن فيه مستتب. خلاص اللي حصل حصل. لو ما كنتيش بلغتي كنت انا حليت المشكل ده، ولا من شاف ولا من دري. كنت هتعمل ايه يعني؟ هتدي اللي بيدي اربع جواميز بدل اللي اتسرقوا من عنده؟ انت مالك انت؟ ده شغلي ومالكيش دخل بيه. حقك عليا، انا حبيت اساعدك وانت غايب. ما حدش طلب انك تساعديني، انا هنا العمده. لما تبقى انت العمده وده وقت تقول فيه نكت، ابقى حليها بمعرفتك. حاضر يا عمده، مش هتتكرر تاني، انا اسف. اطمن يا بهيدي، اللي اتسرق منك في ظرف 24 ساعة هيرجع لك تاني. هو حضرة العمدة اللي بيسرق بيرجع تاني؟ الكلام اللي يقوله العمدة لازم يتنفذ يا بهيدي. من كتم انت يا حسنين. ربنا يخليك لنا يا حضرة العمدة. يعني اكلمهم في الكفر واقول لهم انك هتزورينا؟ ما قلت لك ايوه يا بكر، بس على فكرة انا هرجع في نفس اليوم، ما اقدرش انام عندكم، اكيد في ناموس. ناموس؟ يا ماما احنا لا عندنا لا ناموس ولا هموش، دي بلدنا دي قطعه من اوروبا. برضو مش هبات عندكم يا بكر. مش مهم، وسمعني اغنيه هتشرفي وتانسي، وفي قلبي مفيش الا لانسي، دول هيبسطوا بيكي قوي. انت هتعمل ايه؟ هكلم ابويا العمده ازف اليه الخبر. خلاص يا بكر، خلاص يا ابني، لا اطمن، هنعمل كل الترتيبات اللازمه. مع السلامه. هو بكر عايز ايه يا عمده؟ أبشر يا أم بكر، نانسي المزة بتاعت ابنك أخيرا تعطفت وتلطفت ونزلت من برجها العاجي وجاية تزورنا الأسبوع اللي جاي. وانت وافقت؟ بقولك يا حسنات، بلاش نحرج الواد قدام البيت، احنا لازم نكبره وبعد كده نعمل ما بدلنا. خلي بالك يا مرتضى، انت بتزق بكر السكة غلط، وبكر الوحيد اللي هيدفع التمن في الآخر. أيوة أيوة، اعملي لي شوية السياسة بتاعتك دي. في ايه؟ وبكر ده مش ابنك؟ لا لا، يا في شوال على باب جامع. ليه مش عايزاه يعيش احسن مننا؟ يعيش مع ناس اعلى. غراك المظاهر انت وابنك بكر. انا كل اللي هممني ايه اللي ورا كل ده؟ هيكون ايه ورا كل ده؟ انت فاكره ان الناس دي اللي معاها لازم تبقى ناس وحشه؟ لا مش شرط، وده مش قصدي، لكن احنا ناس لينا عاداتنا وتقاليدنا، لازم نشوف ايه اللي يناسبنا ونعمله. ممكن اللي احنا شايفينه عيب هم شايفينه عادي، وممكن يبقى العيب فينا احنا. يا ست هانم، بهرتك اضواء المدينه زي اي واحد بينزل مصر لاول مره. شكر شكر يا حسنات هانم. في ست برضه تكلم جوزها بالطريقه دي؟ وبعدين يا ست احنا قلنا هنشوف البنت ونستقبلها، وبعد كده اللي فيه الخير يقدمه ربنا. اما اشوف اخرتها معاك ايه انت وابنك. انا مش هاجي يا بكر، لانك عارف رايي في الموضوع ده كويس. بقول لك ايه، تيجي ما تجيش انت حره. جدعانة بقى لاخوكي كوباية شاي. يا سلام، وما تقومش انت تعملها ليه؟ ولا تكونش فاكر بقى ان ابوك العمدة جابني هنا عشان اخدمك. ايه وانا قاعد بلعب ماتش باسكت؟ ما لاعب ورايا مذاكرة. وانا كمان ورايا مذاكرة. طب خلاص مش عايزها. عندك وفع ايدك لفوق، شيل اللي على وشك ده، حرام يا نوري. حضرة العمدة، عملتك السودة دي بوظت كل تخطيطي. هو انت كنت متخطط من ورايا يا جناب العمدة؟ تمالك انت، عجبك الهباب اللي انت هببته ده؟ هعمل افحص المهبب ساعة ما اعمل كمين تطلع اللي انت فيه. ولما انت فلحوس قوي كده وبتعمل كمين، ما عملتش كمين ليه لما سرقت زريبة بهادي؟ ما تقتتنيش بقى عمدة. خالص خالص. هاجي معاك يا عمدة. شوف يا ضبع الليل، من ساعة ما هجيت من بلدك انت والرجالة بتوعك دول وجيت هنا في القفر عايش في حمايتي، صح؟ صح.
احنا عايشين في حماك وفي ضلك يا عمده. ولما هو صح اللي خلاك تعمل عملتك المهببه دي وانا مسافر؟ ما كناش نقدر نعملها في وجودك يا عمده. لا في وجودي ولا في عدم وجودي يا ضبع الليل. لازم تستأذن مني الاول ولا انا مش مالي عينك. لا سمح الله يا عمده، انت احترامك عندنا فوق الراس. تخليت فيها احترام من اصله. سامحنا يا جناب العمده، احنا خليين شغل وانت نسيتنا، حبينا نشوفك. تقوم تصغرني بالشكل ده؟ معاش اللي صغرك يا جناب العمده. افرض نسيتك يا اخي، ابعت لي اي نطع من الانطاع بتوعك دول، مش تسرق زريبه بحالها. على العموم حقك عليا، واللي تؤمر بيه على رقبتي. شوف يا ضبع الليل، اللي حصل ده ما يتكررش تاني. عايز تسرق ما تسرقش في الكفر بتاعي، اسرق في اي كفر تاني. والاربع جاموسات يرجعوا الليله زريبه بهيدي، مفهوم؟ امرك يا عمده يا ابن العمده. أنا عرفت كل حاجة، شيخ الغفر حسنين قال لي إن العمدة قبل الفجر كده بشوية راح راكب حصانه وراح حاطط على السرج الزاد والزوادة اللي اديتهوله ست حسنات، وراح واخد البندقية على كتفه وراح راكب حصانه وجري بيه وسط الغطان، وهو بيجري بيه كده وسط الغطان لمح ناس قاعدين مولعين رقية نار ناحية كفر أبو منصور. وبعدين عمل إيه؟ راح نازل عليهم وراح داخل دخلة سبع وراح صارخ، راح الكل نزل على ركبه الا واحد. يا لهو بالي يا رجالي، والواحد ده عمل ايه؟ فضل يتسحب 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 لحد ما راح ناحيه سلاحه. ايه والعمده عمل ايه؟ راح العمده بقى بذكاء الخارق كده لمحه بطرف عينيه، راح ضارب طلقه نار صفرت جنب ودنه ولا صفرت الحاكم، وراح واقف كده العمده زي السبع وقال لهم فين بهايم بهادي؟ سرع النبي سرع النبي اسمي جاب الموضوع. امال راح العمده بقى كده اول ما قال لهم وصرخ فيهم الكل جري وفتح زريبه لقاها تحت الارض، لقى فيها بهايم من كل حته، راح جايب بهايم بهادي وربطهم بسلبه في السرج بتاع الحصان، وراح راكب حصانه زي الاسد وفضل يجري درجن 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 لحد ما وصل القفر بعد الفجر كده قول بحوالي نص ساعه. هلالي انت مش هتبطل الرقص اللي بتقوله ده. هو انت دايما كده يا ابو محروس؟ دايما سدد نفسي وكسفني. ادي احنا بنسلي نفسنا يا ابو محروس. هو انا لو بهجس يعني، لو بهجس يا ابو زيدان، كان العمده عرف منين وجاب لي بهيدي الاربع جواميس منني حبابي عينيهم؟ المهم ان العمده رجع البهايم بتاعت بهيدي تاني. الله يبارك له الله يبارك له، لولا ما كنتش عارف اعمل ايه كان زمانها قبل توسط يا رجاله. احمد ربنا ابوس ايديك وش وضهر يا بهيدي ان العمده رجع لك البهايم بتاعتك، ويلا نزل طلبات بقى للقهوه كلها على حسابك فرحه رجوع البهايم. ماشي ماشي كلامك، تأمرني يا هلالي مشاريب النهارده وبكره كمان على حسابي. ما هو برضه قطمة وسط ليك يا بهيدي، هو قضى خف من قضى مش ده؟ عندك حق يا بهيدي، حاسب لي بقى الشاي بتاع النهارده والشاي اللي هاخده بكره، وانا بالاذن بقى اشوف اللي ورايا. سلام عليكم. عليكم السلام. انا اللي نفسي اعرفه حاجه واحده بس، الاربع جواميس بتوع بهيدي رجعوا ازاي لوحدهم؟ ده شغل العمده يا حسنات. يعني ايه شغل العمده؟ يعني دي حاجات مالكيش فيها. ماليش فيها ازاي يعني؟ مش واجب ان انا افهم؟ مش مهم تفهمي. يعني ايه مش مهم ان افهم؟ مش لازم تفهمي كل حاجه بتحصل في القفر. ازاي يعني مرات العمده ومش لازم افهم كل حاجه بتحصل في القفر؟ رجل كرسي ياك انا في الدار. لا رجل كرسي ولا رجل بطه. بقول لك ايه، خليكي في اللي انت فيه، كفايه فضحتيني في مجلس العمد. ما كنتش فضحتك في مجلس الامن. بقول لك ايه، انا عايز اكل، ما تسديش نفسي. حاضر، امسك المستخبي يبان. المستخبي عمره ما هيبان لانه مستخبي. خلاص سيبك من اللي ما يخصنيش. اتاخرت ليه لما رحت مصر المره دي؟ مش بقول لك سديت نفسي، مش واكل. كل انت يا حسنات كلي.